طيبة. أيضا رواية ثالثة عن عدي بن حاتم قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، أو عفوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح. أعرض وأشاح، أشاح لها عدة معان، أشاح بوجهه تحتمل أعرض بوجهه أيضا. قال النووي الشارح: المشيح الحذر والجد في الأمر، وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره، يعني ممكن يقابلك بوجهه كي يداري شيئا خلف ظهري، فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني، أي حذر النار كأنه ينظر إليها، أو جد في الإيصاء باتقائها، أو أقبل إليك في خطابها، أو أعرض كالهارب. قال الخليلي وغير معناه نحاه وعدل به. نعم. ذكر لنا رسول ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أيضا في رواية ثالثة عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرار، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة.